السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أصحابي، وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد من دروس الماس، وفكرته سهلة جدا وبسيطة قوي. فأنا عايزك تركز، تمسك موبايلك كويس قوي كده وتركز في كل كلمة بتتقال، ولو ما فهمتش حاجة حاول تعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة، وما تخافش وإن شاء الله هتفهم كل كلمة بتتقال. أنا عايزك تبقى أشطر واحد في الدنيا في الماس، وبالنسبة لك الماس ده تبقى مادة سهلة جدا. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويلا كده نبتدي الدرس، يلا بينا. هنا أول درس النهاردة هناخد حاجة للأديشن، count all to add، count all to add. درس سهل وبسيط. أول حاجة النهاردة بتكلم عن الأديشن، الأد اللي هو البلس. هنا بيقول لي 1 plus 1، هتقول لي يا مستر الحاجات دي سهلة، احنا بناخد مراجعة، ناخد تأسيس. 1 plus 1 equals 1 plus 1 equals 2، 1 plus 1 equals 2. How many circles are there in all؟ هنا بيقول لي how many circles are there in all؟ هنا بيقول لي 3 plus 4. احنا عندنا طريقتين في البلس، ممكن تقول 3 plus 4 كده، وده طبعا ما بحبهاش. ممكن لو انت عايز تعملها كده اعملها، بس يفضل بقى علشان لسه في مسائل تانية جاية وارقام اكبر، ان احنا بنحط مثلا الفور في دماغنا، او هنقول 4 in my mind يعني في مخنا، 4 في مخنا، و 3 التانية ديت على ايه؟ on my finger، على صابعي. after 4 اللي في مخنا، after 4 5 6 7، يبقى تاني 4 in my mind، 4 في مخنا و 3 على ايديا، 4 في مخنا و 3 على ايديا. بعد اللي في مخنا ايه اللي في مخنا؟ ال 4. بعد ال 4 5 6 7، فالريزلت هيكون كام؟ 7. طيب هنا بيقول لي how many circles are there in all، how many circles، 3 plus 3 برضو نفس الشيء، 3 في مخنا و 3 على ايديا، all my finger، after 3 اللي في مخنا، بعد 3 4 5 6، فيكون الإجابة كام؟ 6. How many squares are there in all؟ هنا بقول لي how many squares are there in all، كم عدد السكويرز؟ السكويرز يعني المربعات. 4 plus 4 4 in my mind، 4 in my after 4 5 6 7 8، فيكون كام؟ 8. هنا بيقول لي 1 plus 2، دي سهلة دي، 1 plus 2 1 2 3، فالريزلت هيكون كام؟ 3. 2 plus 2 2 plus 2 2 plus 2 equals equals 4، صح؟ 4، يبقى الإجابة تكون 4. هنا بقى بيقول لي which models show the addition sentence، يعني 1 plus 4 من هنا، طبعا انت عندك هنا ايه؟ كيوبيك، يعني اللي هي المكعبات دي. 1 plus 4 هنجيب مكعب احمر مثلا او اخضر مع اربعه كمان من اللون التاني. لو جينا نبص كده طبعا، وسيبك انت من الكلام ده، 1 plus 4 برضو اشوف في مخي، 1 plus 4 4 in my mind 1 in my finger، اربعه في مخنا و1 على ايديا، او 4 في مخنا و1 على ايديا، بعد ال 4 5. هنشوف بقى هنا بقى ايه ال 5، 1 2 3 4 5 6 7 8، ده طبعا ما تنفعش، 1 2 3 4 5 6 7 ما طبعا ما تنفعش، احنا عايزين 5، ولا دي تنفع عشان دي كبيره، bigger. هما ديت 1 2 3 4 5 يبقى تبقى هي ديت. طب which model show the addition sentence، 2 plus 4 4 برضو في مخنا و2 على ايديا، بعد ال 4 5 6، فيكون كام؟ 6. تعال بقى نعد ونشوف ال 6، 1 2 3 4 5 6، هي دي فعلا، فبختارها. هنا 1 plus 1 equals 2، يبقى انا برضو هعمل تشوز هنا لل 2 اللي هي ديت اول واحده first. برضو 4 plus 4 4 plus 4 4 in my mind 4 on my finger after 4 5 6 7 8 8، فهختار هنا ال 8، دي طبعا صغيره مش هتنفع، اشوف ديت 1 2 3 4 5 6 7 8، طبعا خلاص كده ما عادش تنفع. اما ديت 1 2 3 4 5 6 7 برضه ما تنفعش، انا عايز ال 8، اشوف اللي بعديها 1 2 3 4 5 6 7 8، فالريزلت هيكون ال 8.
Which model choice the addition sentence? 3 plus 2. برضو 3 plus 2 أو in my mind 3 plus 2 1 2 3 4 5. يبقى أنا برضو هنا عامل choose الـ A للـ 5. أشوف أول واحدة 1 2 3 4 ما تنفعش. 1 2 3 4 5 6 7 ما تنفعش. هنا 1 2 3 4 5 هي دي هختار الـ A الـ 5. 1 plus 2 1 plus 2 equals 3 هختار 3 اللي هي الـ A الـ first. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك الدروس الجديدة أول بأول، وكمان لو الفيديو عجبك ياريت تعمله لايك.